فيو لي ترانزيسيون وفيو صفيح الجيزه اللي هو مسلسل يحكي علاقات المتسلسل في مصر، قصه حقيقيه، يؤدي الدور احمد فهمي، ادي في دور قذافي عبد العاطي واللي هو قاتل متسلسل في مصر، ولليوم موجود خلف القضبان ومحكوم عليه حكم اعدام، ولكن لليوم ما تنفذش في حكم الاعدام. قاتل اربعه اشخاص يا رفيق، مرته زوزنسي وصاحبه لانتيم، ينتحل شخصيات. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، بطولة أحمد فهمي كيف ما قلت وباسم سمرة، عرف نجاح كبير، نسب مشاهدة عالية جدا، تريند زادة في مواقع التواصل الاجتماعي، العبيد قاعدة تأدي في دوره، يعملوا في دي سيكونس يعاندوا فيه وإلا يمثلوا كيما أحمد فهمي. حبيت نحكي على الليفل اللي وصلوا له المسار ورفيق، معناه ليفل عالمي، كي تتفرج فيه ما يعطيكش إحساس إنه هو مسلسل مصري، من الإخراج، من الأداء، من التمثيل، من الموسيقى زيادة اللي قاعدين تسمعوا فيها، لي ديتاي حتى سونوغي متاع التليفون متاعه، يعني قاعدة معلمة في أذهان الناس. مسلسل زيادة أثر جدل كبير كما يصير في تونس، ضد أنه يأديو شخصيات كما هذه متاع قتالين أوتلا كما يقولوا هما المسار، ويقول لك علي سمحني وجهة النظر شنو اللي قلقهم في أني نحكي على تيورون سيري ولا العرب ما فهمتش على شيء، يقبلوا أنهم يتفرجوا في الأفلام الأمريكية ولا كيف كيف لي سيري، ولكن ما يقبلوش انك ترد قاتل بطل كما صار في شورب والا في سفاح نابل. باش نحكي عليه باش ردوا بطل، هذا رايهم، هذا رايهم بالنسبه لهم. بالنسبه لهم لا، يقول لك احكي لي على عبد انا ينجم يفيدني معلومه، بالرغم اللي هو كما قلت لك عمل راه نسبه مشاهده قياسيه. المسلسل فيه 8 حلقات كهو اللي هي ولات ظاهره جديده، ما عادش فما المسلسلات نتاع 30 حلقه، لي ميني سيري هما اللي توا موجودين واللي على منصات شاهد. فما احتمال انه يكون فما جزء ثاني لسفاح الجيزه، سينو نعطي الناس يمكن مقترح انهم ينجموا يتفرجوا. زاده حدث بالفعل اللي هو تحت الحزام، بطوله غاده عبد الرزاق، زاده مسلسل حلو برشا وقصه واقعيه. الام خطفت مرت ولدها على خاطر غارت منها، خطفت مرت ولدها، اي خطفت. هذه الموسيقى نتاع سفاح الجيزه، سفاح الجيزه توقف القلب، اي توقف. قالت لك كان فينومين جديد هذا المسلسلات تاع 8 حلقات، صافي اكثر من عامين ملي بدا الفينومين. نتفليكس نتفليكس مينيموم عامين. وعلاش رفيق؟ كيفاش نقولوا جديد؟ عصر الفاسفود. الفاسفود شو اسمه؟ فاسفود فاسفود تي دي ولا تي، معناتها فينومين قديم، ولكن تو يحبوا يقرر شو اسمه. فاست فود، فاست فود، فاست فود، فاست فاست ما هو بالانجلي الراب، فاست فود. انا نحكي مع الامريكان اوبتيسيان، هذاك اوبتيسيان فهمني ولا. دونك هذا خبر قديم وثمانيه حلقات، وتو ماشيين حتى يقولوا في اربع حلقات. وشكون؟ نتفليكس ماشيين في اربع حلقات، ماشيين حتى في اربع حلقات وحتى في حلقه، وعملوا برشا مسلسل حلقه حلقه، هي حلقه واحد مش يولي اسمه فيلم. لا لا يحبوا يردوه مسلسل، خاطر فيلم كيفوت 50 دقيقه، اما ما دام ما فاتش 30 دقيقه يقعد ديما مسلسل. بربي صلحوا معلوماتكم، يعني الفينومين هذا موجود في العالم، يعني في امريكا والبرا، ما في مصر ليه توا توا ولا لحظه نحى ليه الموسيقى والله الموسيقى تخليني نحب نعيش الفيلم، انا يفجع. بالحق تفرجوا فيه، تفرجوا فيه، يسرح له المسلسل. سفاح الجيزه تفرجوا فيه، نصيحة من السندريلا. بعد الفاصل نرجو نحكيو على الكورة، رابطة الأبطال الأوروبية تشامبيونز ليج، بعد شوية نحكيو على النقيب اللي بدا العام يحب يحكي على الانتساب الفوذوي للمهرجانات، باش يحكي عليها بعد شوية. نعود بعد الفاصل. المهرجانات.